المطرب علي الحجار طرح أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والأغنية اسمها بطلة حكايتي. هي الأغنية اللي بيتعاون فيها مع الشاعر طارق علي والملحن خالد داجر ومن توزيع محمد عبد الله. أوضح أن الفنان علي الحجار يعني بيعيش حالة من النشاط الفني، خصوصا بعد مشاركته موسم دراما رمضان 2022 من خلال غناء تتر مسلسل جزيرة غمام، ومنتظرين أغاني جديدة للفنان الكبير علي الحجار. نروح بقى للفنان الشاب ويجز. يمكن هو أحيا حفلة غنائية بموسم جدة، وده على مسرح ليالينا وسط تفاعل وحضور عدد كبير من الجمهور، وده مش أول حفل ليه في المملكة العربية السعودية. آخر أغنيات ويجز كانت طبعا أغنية البخت اللي حققت حوالي 100 مليون مشاهدة في 4 شهور بس، وده مش جديد على أغانيه اللي بتحقق ملايين المشاهدات زي أغنية دورك جاي واللي حققت 93 مليون مشاهدة في 2، وأغنية كيفي كده اللي وصلت ل